نروح بقى مع حضراتكم ليه خبر مختلف. يعني الحقيقه برشلونه بقى له فتره متكعبل جامد، يعني متكعبل جامد في الدوري الاسباني، اخفق في الفتره الاخيره يعني عده اخفاقات، يعني يكفي ان هو يتعادل ايجابيا ضد سيلتا فيجو بثلاث اهداف لكل منهم، وده يعتبر اخفاق من وجهه نظر مشجعي برشلونه. كمان عجز برشلونه عن ان هو يحقق الفوز في اول خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري الاسباني لاول مره، الكلام ده بيحصل من سنه 1987. يعني نقدر نقول ان برشلونه بيعيش حاليا حاله مش ولا بد، وكمان اتعرض يعني لمجموعه من النتائج السلبيه المتعدده خلال الموسم الحالي، وده اللي دفع اخوان لابورتا رئيس النادي انه يقيل كومان ويعين مكانه سيرجي باراخون مديرا فنيا مؤقتا، ولكن طبعا من المقرر ان يتولى زمام الامور تشافي هرنانديز اللي هيتم تقديمه للجماهير كمدير فني للنادي في اقرب وقت. بس انت ابتديت بجملة صح، انت قلت سلسلة تعثر يعني برشلونة، ففعلا دي حاجة. بس خلي بالك من حاجة برضو كريم، دي كانت متوقعة، يعني احنا كلنا كنا متابعين الوضع اللي كان برشلونة بيمر بيه، طبعا من مشاكل مادية وأزمات في الجهاز الفني وكمان رحيل ميسي وغير وغير وغير، وكان متوقع ان برشلونة اكيد يعني اداؤه هينخفض بشكل كبير جدا، بس ما كناش متوقعين الى هذا الشكل. يعني الموضوع طبعا محزن جدا، برشلونة نادي كبير جدا عريق جدا ليه تاريخ كبير جدا وليه مشجعين من كل انحاء العالم طبعاً. فاعتقد حاجه محزنه ان يبقى ده الوضع حاليا، ولكن نامل طبعا الفتره اللي جايه ان الامور تتحسن، يعني سواء بقى بتغييرات في فكره هنا الاداره الفنيه او الجهاز الفني، او بقى يعني برضو خلي بالك هو فكره ان الناس كتيره جدا او معلنين انسحبوا يعني سبونسرز كتير، ده برضو اثر بشكل سلبي جدا بعد رحيل ميسي، فلازم يكون اكيد في خطه موضوعه علشان يحاولوا يعوضوا الخسائر الماليه اللي بالمليارات حقيقي دلوقتي بيعانوا منها.